قبل فترة كان اكو خبير امني جالس في مكان حضرتك هم من هذا المنبر، ذكر لنا بقصة طالبة ابتدائية او متوسطة، لعله ما اتذكر ابتدائي او متوسط، مستخدميها بتجارة اي المخدرات نعم، بالمدرسة، يعني هي تروج تاخذ مخدرات وتوزع على انا الطلاب. سمعت هيك يعني حاله، حتى انه يعني بنتي بالمتوسطه قالت لي فد يوم، قالت بابا سمعت انه اكو خبر يعني بنيه قاعده توزع هيك شلون مثل الشوكليت ماكو توزع على الطالبات، وهو بي يعني هذا كانت ماده مسوايه صناعيا ويا المخدر. الغرض من عنده هو انه يعودون ذول الشباب على التعاطي، ثم من بعد ذلك هذا يضطر بعد يتعاطى طيب المخدرات تستمر العمليه.